ظروف يا إلهي. وزي ما شفتوا بالمقطع السابق يا جماعة، حبيبتي دفنتني وأنا حي لأني تأخرت بالرد عليها لمدة ساعة واحدة بس. لكن هذه المرة المصيبة صارت مصيبتين، تأخرت عليها ساعتين بالرد على الواتساب، وتخيلوا سجنتني أنا وأخوي عشان ساعتين شخصين، ساعة شخص. المهم يا جماعة انه نهاية العلاقة حتكون اليوم بعد ما اهرب من السجن، وحتصير ماي اكس. انه ايش هالعيشة؟ اتأخر برات ساعة اندفن، اتأخر برات ساعتين انحبس انا واخوي، لو تأخرت ثلاث ساعات ايش حيصير؟ حتقطعني، حتفرمني بالخلاط يا زلمة. صح النوم، صحينا يا زلمة. كنا نايمين. خذ لك، وين نايمين؟ الو الو، في زنزان هون. نوب. باب مقفل وحمام ومغسلة اقرا. يلا نقرا. فهاي الرسالة من الغبية تقول لي خذ مفتاحك وتعال لقيني. شكلها هي اللي بعثت لي اياها. وين مفتاحي طيب؟ وين المفتاح؟ لا يكون اخذت المفتاح، كان معاها. اخوي اخوي، هلا والله، محبوس هون يا زلمة. اهلين اخوي، كيف طلعت؟ قول لي كيف؟ حبيبي المتابعين حطوا لي لايك. نيالك يا ورع، وانا كمان بدي اطلع. كيف بدي اطلع؟ شو بدك؟ طب خليهم يحطوا لي لايكات كمان. انت خلاص بكلمهم بقولهم يحطوا لك لايك. بالله عليك انه والله خذت. حطوا له لايك يا شباب، حطوا له لايك. خلاص اعتمد عليك انت المتابعين. حطوا له لايك وان شاء الله انه يطلع نقدر نساعده. اسمع، بمفتاح موجود بغرفة الوردن، روح جيبه. يلا مو مشكلة، لو حطوا لك لايك برجع لك. طلعت من التلاق. قسما بالله لا اصيدك. والله اني اسف. طيب يا شباب، شو هالاماكن هاي؟ في سجون كثير. ليكون في اخوه كمان. المشكله انه انا كنت السبب بسجنه، واخر شيء انا هربته وهو ظل موجود. هاي شباب قسم بالله مش طبيعي. طيب يا جماعه، بمكتب الوردن قال لنا انه في مفتاح، بس وينه هذا مكتب الوردن؟ مكتب رئيس الشرطه؟ اعوذ بالله، شو هونه؟ في حمامات يا زلمه. ها؟ الو، حاطين لي حمامات من غير ابواب يا زلمه، وين الخصوصيه؟ الواحد لو فات وتحمم شو بيصير فيه؟ لا حول ولا قوه، خلوا شوي خصوصيه يا زلمه. شو هذا؟ لايبراري، مكتبه يا زلمه، افتحوا لي، خلينا نقرا كتب وكذا نتثقف. كيف تترك حبيبتك؟ شو هذا؟ هذا هو الوردن. اوبن اوبن، اعوذ بالله لا يكون الرئيس هون. لحظه، كاني شفت ما في حدا. يا الهي، يا اللي تخيل يكون مغبي ورا الباب الرئيس. لا اصيدك. اوكي مش موجود. طيب يا عمي، دور لك هذا المفتاح، هاته. انا عبالي اخوي قال لي مفتاح مكان هروب، طلع هذا مفتاح سجنه يا زلمه عشان نروح. اقول لكم شباب، خليني اسحب على اخوي اول شيء، ندور هنا وهنا عشان نلاقي مكان هروب اول شيء، بعدين نرجع له. ممكن نرجع له ممكن لا، الله اعلم يعني، ما ادري حسب الظروف يا شباب. يا الهي، دمرني. شو هذا اللي عدى؟ شكله حيوان ثعلب. احس صار في الم بمعدتي من بعد الخوف. يا الهي شباب، شو هذا يا زلمه؟ من وين طلع هذا؟ من وين؟ كله مقفل يا زلمه، كله مقفل، كل السجون هاي مقفل. شو هذا الباب يا زلمه؟ انا من كثر ما خفت في باب قدامي وانا مش عارف انه موجود. هات لنشوف. افتح لي يا زلمه، في شيفره هون، كلمه سر. حاطت لي كلمه سر يا زلمه. زلمه هذا الباب ما يفتح، يقول لي في عنده كلمه سر. افتحوا لي يا زلمه، افتحوا لي، طلعوا لي. ولا لحظه، لازم اني ارجع اجيب اخوي. لازم ارجع اجيب اخوي بعدين ارجع، مش مشكله، نطلع انا وهو عشان نفكر سوا ويساعدني بالخروج وكذا. انا وهو، وينه وينه يا زلمه؟ لهالدرجه كبير؟ وينه اخوي؟ اخوي هذا اخر شيء بيكون موجود صح؟ مرحبا اخوي، كيف حالك؟ وينك زلمه؟ ها ها ها، اخوي تحول لجثه، اخوي تحول لجثه. لا لا، قتلته والله، لا اوريها، قتلته يا شباب. شو هذا؟ يقول لي اقرا هنا. شباب تقول لي مو خبرتك انك تترك اخوك، وتقول لي شوف ايش اجبرتني اسوي. قتلت اخوي والله، قتلته. اليوم يوم الانفصال، الان انفصلنا، الان انفصلنا انا وهي يا شباب. ساعدوني، خلاص انا ما عاد احتاج حب، حبكم انتم متابعيني بكفي، انا سنجل من اليوم خلاص، صرنا من جماعه السناجل. بعد لو شوفوا اعطتني الكود تبع الخروج. حسبي الله ونعم، والله لا اصيدها، قسم بالله لا اصيدها. بعد ما اخرج الان بوريها العجب. والله يا جماعه صدق اللي قال، بلا حب بلا وجع قلب، وش جانا من وراء الحب؟ وش استفدنا؟ مات اخوي يا زلمه، وانحبسنا وانجلدنا، غير الالم
غير التعب وش فادنا. اطلق هذا الشيطان. بسم الله الرحمن. فتح لي الباب. الحمد لله. طيب يلا خنخ. اعوذ بالله. مش شايف حاجة يا اخي. جايبتنا على مكان عشان تقتلني انا كمان يعني. لا حول ولا قوة الا. شوف النور هنا يا شباب بهذا السجن. لا لا لا, لا يكون في اخ ثاني اخذته. افتح يا زلمة. شوفي هون. شو هذا؟ في اشياء هنا. جبنا فلاش. يلا شكرا على الفلاش. شكرا شكرا. اصبروا لي. ها 014. شو يعني هذا 014؟ مش فاهم انا. رقم الشقة تبعك. كيف نشغل الفلاش؟ حرف اف. طيب لحظة نشوف هذول. 020. في حدا هون بصفر 20؟ لا ما في حدا. بتصفر المكان. هات نشوف هون. 018. هداك 014 اسمه. إذا ما فيش حد يساعدنا أي حدا أي حاجة. وين وينك؟ لا أصيدك والله. لا أصيدها يا شباب والله. 013. افتح يا زلمة. برضه مش موجود إشي. لحظة هذا آخر مكان. لا إله إلا الله. في دم هون. بعدين شو هالزنزانة الطويلة هاي؟ ما فيش حمام وتخت ولا كذا يعني؟ ما في أي حاجة من هذول. طيب كمل كذا سيدا. يا إلهي هون الفناء يا شباب. في حدا في حدا في حدا والله في حدا. هذا مين؟ زلمة شو مالك ملطي راسك؟ اصحى يا زلمة اصحى. مرحبا شباب. شو في؟ ولك شو قاعد يصير له هذا؟ الو قاعد يطلع اخطبك من راسه. اي اي انت بخير؟ ولك شو هذا؟ يا الهي يا الهي. شباب شباب شو هذا؟ الحمد لله انه شوي يمشي بطيء. شو جايبت لي اغراض؟ لا واحد ثاني واحد ثاني واحد ثاني واحد ثاني واحد ثاني. بناني تسكر عليهم. او ماي جاد. الحمد لله الحمد لله انه خلاص الوضع كذا تمام. بدخل من هنا يا شباب نشوف. شو مكتوب شو مكتوب؟ لحظة مستر. يا زلمة اقسم بالله بتقرف الصوت. يا الهي اطلع من هون. اطلع اطلع يا زلمة اطلع اطلع. صاروا ثلاث. لا اله الا الله. طلعوا لي من قدامي كمان. ابعد عني ابعد عني ابعد عني. وين المخرج؟ وين الباب؟ نروح الباب. ابعد يا زلمة ابعد ابعد. اوكي هذا الباب هذا الباب. ولك وصلنا الباب. يا الهي يا الهي عادوني من هون عادوني. يا ربي والله وريها. والله انت طالق انت طالق بالثلاثة. ابعد يا زلمة ابعد ابعد. خليني اروح الباب يا زلمة. ليه ما تخليني اروح الباب يا اخي؟ مسكني قبل شوي. افتح افتح افتح. اوف اوف اوف. سكر 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 سكر. كلوز كلوز. تعال افتح له. طب انا غبي ليش افتح له؟ تبى اسوي فيه مقلب ولكن من حفر حفرة لاخيه انجلد فيها. اربى سرب. اركض يا ولد اركض. افتح لي افتح لي افتح لي. سكر سكر وراي سكر وراي سكر. ما تقدر تجي. شو قاعد بيصير؟ الو صاروا يضربوا بعض. دكوا في بعض يا شباب. المهم خلينا نطلع هنا خلاص كذا. فاين الحريه اخيرا اخيرا نحن احرار يا شباب. يا الهي والله لو اوريه والله والله. هاي صحينا مره ثانيه. صح النوم بزن. شوفي 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 شوفي. شو هذا؟ شو هذا؟ شو القرف؟ الصوت والقرف يعني عباره عن مسخره يا شباب. شو هذا؟ هاي تقول لي ما اقدر اطلع من هنا بحياتي. هذا كابوس ما اقدر اطلع منه. ولك هاي والله لو اوريك بالماوس هذه والله بالقنينه. يا جماعه شكلنا حنظل محبوسين طول حياتنا هون. لا حول ولا قوه الا بالله. فلو حاب انك تشوف القصه القادمه بيني وبين حبيبتي الغبيه تاكد من الاشتراك وتفعيلك لزر الجرس بالقناه على كل الاشعارات يا عزيزي، لانه معركتنا انا وهي حتبقى مستمره الى الابد. وشوف هذا الفيديو الاسطوري اللي قاعد ينتظرك هنا، وتقدر تتابعني على الانستغرام عشان تعرف اخر التطورات. ويلا بيس اوت ايفري ون.